من خلقي شنقالم مهم وثمت لغم. أنا كنت أعيش بالموصل، كنت أعيش 10 سنوات. أنا كنت أعيش بسوريا. I lived in Baghdad, I lived in Mosul, I lived in Basra, I moved a lot. أنا مهجرة من العراق. بيتنا هناك. In our house, we were sharing the same room. When our parents go to their jobs, we went to their rooms and used my mother's makeup. يعني راح ذكرياتنا، بيتنا، هدومنا، يعني كل شيء راح. أنا راح أسألك. أنا هم راح أسألك. أنت شنو تحب بالدار؟ أنا أحب البيت مالي بالدور، وأنا أريد أرجع للبيت مالي بالدور. كنا نجتمع كلتنا ونضحك نحن وأبي وأمي وسسع وماكو. أنت شنو أفضل شيء كان عندك؟ أنا نشاق أنا وأنت بالبيت وأشكل. تمام. يعني تروح الجامعة ونشتاق لك. تمام تمام. كي البلد اللي مثلا حاسس تربو البلاد هذي هذالت من ازو هذالي خوشي قدمون هذالي من القامبانا وازال فيري ما ازكالا كبير يا وارد. اكو صديقاتي اني ما انساهم لانهم ما ظلوا بقلبي. ما هي ذكرياتي؟ انه انا كنت زوجي ولادي كانت حياتنا حلوه، بعدين بعد ما توفى زوجي يعني حياتي تحطمت، يعني لازم أربي هالولاد. ماذا تعتقد سيحصل لنا بعد 10 سنوات؟ ما سيحصل، ما يحصل كل شيء. إذا أنا معاكم ما يحصل كل شيء، لا تخافوا. إذا تقدري أن تتمني أمنية، ماذا ستكون أمنيتك؟ أنا بحب أروح على ألمانيا. هاي هي الأمنية؟ أتمنى تكبرين وتروحين على المدرسة وتتعلمين وتعيشين بأمان وتكونين سعيدة بحياتك. يعني هيك أتمنى أكل. يلا نروح ناكل بيتزا. قبل ما نروح ناكل بيتزا، أكل تفيد تشيش قال تفيد مع لعبة شعر. أمت في مع لعبة خوش بي بس قال بنتي تبع الشو. Thank you.